لكن استدراك مؤلم. قراءة في الديوان الثاني للشاعر عادل عثمان الحجار: كنت قد دعيت منذ أكثر من عامين لألقي مداخلة عن الديوان الأول للشاعر عادل عثمان الحجار والمعنون بالشوارع طيبة، وقلت وأنا ألقي المداخلة أنني تعلمت قبل قراءة الديوان أن ثنائية التضاد بين الأمل واليأس والتفاؤل والتشاؤم، فعكس الأمل دائما هو اليأس وعكس اليأس هو الأمل. لكن عادل عثمان الحجار علمنا شيئا جديدا أو معنى جديدا، أن عكس الأمل هو الأمل المفقود وليس اليأس، والأمل المفقود يتحقق يوما ما طالت المدة أم قصرت، لكنه لا يموت أبدا ولا يتحول إلى يأس معيق لحركة الإنسان والإنسانية. لكن يبدو أن شاعرنا يستدرك على هذا المعنى بديوانه الثاني، لكن فيعود به لثنائية الأمل واليأس، فيموت الأمل ويعيش الشاعر في تابوت، ويشرق النيل ذاته ويرحل الابن عن حضن الأم ميتا. وقد سبق وقلنا في المقال السابق بالنص في حقيقة الأمر لم يتغلب اليأس على شاعرنا الحبيب إلا في مرة واحدة، وهي في قصيدته طور واندبح التي تحكي لنا العوز والحرمان ونهايته بالموت المأساوي. ولكننا نجد في استدراكه لكن في ديوانه الثاني يتأكد معنى الفقر والعوز والحرمان والجوع في أكثر من قصيدة، وكأنه عودة إلى اليأس مرة أخرى بعد أن تغلب عليه الشاعر في الديوان الأول، بل أن حديثه عن الموت كان واضحا جدا في هذا الديوان الاستدراكي. لكن ففي أول قصيدة يظهر الخوف والزيف والجوع الكافر، وكأن الشاعر يعيش في تابوت ويموت وينضح موته حبر على الكراس. وفي قصيدته يا سيدي ينهينا بمنتهى اليأس باعتذاره لأولى القبلتين، وكذلك في قصيدته على الأحداث بين مصر والجزائر يعتقد في النهاية أنهم حلفين ما يفوقوش. وفي قصيدة والنستك ما تقولي راح اعمل ايه فيكي متكفن بحباب عينيكي، وفي قصيدة العنوان لكن يوضح الشاعر ابنك رحل عنك لكن يا انت يا موتو وعلى المذابح كلها يأس، ابن الناس كلها ندب على الطبقة الوسطى المتآكلة، ازاي تجابه الفقر والحلمان؟ 500 تتحدث عن انقلاب وانفلات الموازين، ولا سيما الموازين الاقتصادية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية. قفر الهندوة يا سوداء الامل، ولكن تمحوها قصيدة عزبة فكيها الممتلئة باليأس والندب على حال الوطن. إلا أن تأكيد يوم الثامن كان على الأمل المستحيل. ولي تعليق على قصيدتي يا جوهرة ورحلة نور، وهي أن الشاعر وجه الإهداء هذه المرة لأبوه وليس لأمه، وهي الوطن كما في الديوان الأول. فتغلب شكر الرجال النماذج والاعتراف بجميلهم على هذا الديوان. لقد بدا لنا أنه من أبرز أدوات الشاعر عادل عثمان الحجار استخدامه للخيال البصري البسيط المتعلق بالنور وكل مشتقات معانيه كالعين والشوف والشمس والفجر والنهار والقمر، وعلاقته الصناعية بالظلام والليل والعمى. ففي أول قصيدة له في الديوان نجد الأبيات عند ذروتها تنشد فيها إيه لو تضحك تاني الشمس والقمر تغني في الليل موال، ولا عينه بتيجي على عينك ولا بتشوف، عينيك بتطوف وتطوف تتمنى تشوف، وتلاقي الطير مش عارف الفرق ما بين الصبح وبين الليل. وفي القصيدة التانية نطق الهلال نطق السكات والنور طلع من الشرنقة، النور جميل لو انه في بداية المطاف، شفته شاف النور كموج البحر معرفش الحدود وبيقتلع كل السدود. حفظ الجميل للنور على وجه الحياة رغم العواصف والغيوم، رغم الشتاء رغم الخريف رغم الخناجر في الظلام، هتكون حياة بتقول صباحك لسه جاي. وفي القصيدة الثالثة يا سيدي وعيون زمانك غرقانين جوه العمى، وانفتحت بتشوف هموش والفجر خاف مين اللي شاف. وفي القصيدة الرابعة يا امتى اياكي مرة تنطقي، النور جبان لو فيه جبان انت وانا، لما نترجى الشتات يسكن في عتمة مخنا والعتمة تهرس رجلها في النور، يموت لو جانا يخطب ودنا في حتى الشعاع
بيموت غريق من العتمة، فوقي واخرجي هاتي الصباح. وفي القصيدة الخامسة: يا زارع الموت والخراب، يا مرتع الغيم والضباب، ويغني في عيون طياريك، فتح عينيك شوف مين قبالك، واجب علينا الاحترام لأهل الكتاب، من غير غيوم ولا ضباب، اللي يحاول يوم يشوف نور الحقيقة المنجلي تغريه بألبان الإبل، مين اللي غمض لك عينيك رغم الضباب، رغم الظلام والليل بيدارى في زحام الشمس زحفة للأمام، ولا حد يملك ردها. وفي مطلع القصيدة السادسة: البساط الأخضر بيضوي، مين بإيده يعيشوا ليلهم ما يشوفوش، اطمسوا خالص عقولهم، احولوا يلا عيونهم، تبقى عين القلب عورة. ونرى أن القصيدة السابعة الصغيرة قد شذت، وكذلك القصيدة الثامنة. وفي القصيدة التاسعة: فليه تستنى من غيرك شروق الشمس، وليه بنغني موالك بتخرسنا غيوم الأمس، حياتي خديها من فضلك وكوني للنهار الجاي أمل ونجاه. وفي القصيدة العاشرة القصيرة جدا والحكيمة جدا: تخلو من الخيال البصري حول النور، أما تمر حنة القصيدة الحادية عشر: إيده عايزة تطفي شمسك شايفة قلب الفجر قادر، حلفة تعمى عيون بهية ناحية الغيم اللعين. وفي القصيدة الثانية عشر في خاتمة معناها: ما أنا شفت نبض الكل من ساعة على المدابح. وفي القصيدة الثالثة عشر: وعاد تسمع صوت الفجر، واما النور بيشقشق ابعد، واما تشوف الظلمة تناول اوعى تشاور، واحمد لبك لو ما سمحوا لو ما سمحولك تحلم ان النور بيعم. وفي القصيدة الرابعة عشر: غمت عيني في الليالي السود، والحقيقة بتنجلي مهما الظلام كان ليل حويط، الشمس تشرق بالدفى لمسة وفا، مشتاق اشوف بعينيا في ايدها شمس تجيب شموس. اما في قصيدة 500 في مطلعها: يا نهار ابيض ثم يا نهار ازرق، لما تعمى عيون بهية لما كل الليل علينا. وفي القصيدة السادسة عشر: بسمة نهار شروقه اللي جاي، راح احضن نهاري، راح اعشق قمر، بشوف الفنار وقادر يشوف، وتشرق بحسها كمليون نهار، بشوف كل كوني بيعشق جنوبي، بيعشق جنوبي لشوف الحقايق يساعد، أدين النهار اللي سايق، وأشوف النهار اللي سايق بيفرح. والختمة: ونقدر نشوف. وفي القصيدة السابعة عشر يوم الثامن في مفتتح: ولا النهار شمس وعتمة وأكبر صدمة، والنور مدحول وظلام مجنون، اغسل عينيك لأجل تشوف في الليل الجاي، تصنع كل اللي مالوش زي بقعة نور في ستار الليل، وامشي في الظلمة وناسي لأجل أشوف وأمد إيدي، يا شموس الحق سودي، وما قدرنا نغمم العين اللي بتبصبص. وفي الخاتمة هذا التأكيد: وإن الضي ورغم العتمة هيفضل ضي. وعندما اختار الشاعر وصف لمصطفى محمود اختار وصف يضوي، وهو جوهرة في القصيدة التاسعة عشر: الشمس تسطع في المدى. أما في القصيدة العشرون فإن رحلة نجاح زويل تصبح كلها رحلة نور. وفي القصيدة الواحد والعشرين يوضح الشاعر نفسه أكثر بقوله: حلمي اللي مكتوب من حروف من نور ونار. وفي الخاتمة بينشر النور والأمل، أما في عزب الفكيهة ونور الحقيقة بيصبح لبان، يا غاوي اللبان تجيك الحقيقة جلية ورقيقة، بعينك تشوفها يا دوبك سراب وغيم أو ضباب، ولا عيني هتبقى ثواني لعينك تغمي بإيدك عينيا وعاوز بعينك أشوف. وهذا المخيال المعتمد على ثنائية النور والظلام ليس جديدا على شاعرنا، ففي ديوانه الأول الشوارع طيبة وظف هذا خير توظيف في إيصال المعنى الكلي للديوان، وقد عبرنا عنه فيما سبق من خلال مقالنا النقدي بعنوان: بين الضلمة وبين النور، معزوفة الأمل المفقود عن حب الوطن، قراءة في الديوان الأول للشاعر عادل عثمان الحجار والمعنون بالشوارع طيبة، حيث قلنا في بدايته 19 معزوفة شعرية في حب باهية الاسم الشعري لمصر تدور حول جدل النور والظلام، حيث الأمل دائم في عودة النهار بفجره وشمسه ونوره في ظل ليل طويل وخيم على الوطن. لم يستسلم شاعرنا لليأس، فاليأس لا يكون للأوطان، اليأس جريمة لا تختطر في حق الأوطان، فما دامت فينا روح حية لا يأس من تقدم بلادنا، حتى لو كان الأمل مفقود في اللحظة الحاضرة، فلا بد وأن بلادنا ستخرج يوما ما من ليلها الذي طال، ذلك اليأس الذي يكون مرعاة للهروب من الوطن، إما باللامبالاة والسلبية أو العزوف عن المشاركة في صناعة الوطن والاستسلام لآلامه والانكباب على الذات بشكل انعزالي ونرجسي أو
بالغرق في البحر المتوسط من أجل الهروب من آلام الوطن وجراحه. وفي مذكرة أحد الغارقين يقول: يا مصر ليلك طويل والعمر مهما كان قصير، سيبيني أنوي الرحيل وشوف لي شمس وأصيل.